في مواجهة هي الثالثة بين قوى الأمن الداخلي والمتورطين بخطف الأسطونيين، قتل اثنان من المطلوبين على خلفية هذه القضية في ظروف لا تزال غامضة رغم الروايات المتناقلة من جهة وبيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من جهة أخرى. وبحسب المعلومات فإن عملية القتل وقعت أثناء كمين نصبته شعبة المعلومات لعدد من المسلحين بين بلدتي البيري وعز في البقاع الغربي عند 12:30 من منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، حيث نصب عناصر الدورية حاجزا لترصد المطلوبين في المنطقة. ولدى وصول اثنين منهم في سيارة جيب ليبرتي سوداء فوجئا بحواجز حديدية أمام سيارتهما فانحرفت عن مسارها واصطدمت بحائط صخري. عندها جرى تبادل لإطلاق النار بين ركاب السيارة وعناصر الدورية بمؤازرة قوى مساندة من اللواء السادس من الجيش اللبناني بحسب ما علم، ما أدى إلى مقتل المطلوبين، في حين أصيب ضابط برتبة رائد نقل إلى بيروت للمعالجة وعنصر آخر نقل إلى مستشفى خوري في البقاع. أما جثتا المطلوبين فنقلتا إلى مستشفى بعبدة الحكومي لإجراء فحوص الدي أن أي والتأكد من هويتهما وسط تكتم شديد وحيطة أمنية عزتها الجهات الرسمية إلى خطورة العملية التي وصفتها بالإنجاز النوعي، ليتبين في وقت لاحق أن القتلين هما لبنانيان منير جلول وكنان ياسين. وفي الأثناء كانت السيارة التي استقلها المطلوبان نقلت إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حيث تم فحصها والتأكد من محتوياتها. وبحسب هذه الصور التي وزعتها شعبة العلاقات العامة فإن السيارة كانت تحمل لوحة مزورة، كما أشارت الترجيحات إلى إمكانية أن تكون مسروقة حالها حال كمية من محتوياتها، فهي إلى جانب الأسلحة والقنابل اليدوية والقناع المستخدم عادة في عمليات السرقة كانت السيارة تحوي بطاقات هوية وبطاقات مصرفية وحقائب نسائية. وفيما لا تزال عمليات التعقب مستمرة لمتورطين آخرين، أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة بلاغا ذكرت فيه بحوادث سابقة ذات صلة، وأضافت أنه ليلة تاريخ 19/20 من أيلول 2011 رصدت سيارة الجيب على طريق عام رشية، فأقامت قوة من شعبة المعلومات في محل طريق عزي حاجزا بغية توقيف السيارة المشبوهة، وبوصولها إلى الحاجز رفض ركابها الامتثال وقاموا بإطلاق النار باتجاه عناصر الحاجز الذين ردوا على مصادر النيران، ما أدى إلى مقتل شخصين مطلوبين كانا بداخلها على الفور وإصابة عنصرين من القوى الأمنية. وتبين أن القتلين هما من الأفراد الرئيسيين في العصابة، كما دوهمت شقة كان أفراد العصابة يستخدمونها وعثر بداخلها على أسلحة حربية وقنابل يدوية وصواعق كهربائية وغيرها.